مهمة جدا ربما بدينا بها اللي هي هي باش تشهرتي بزاف كصوت قبل ما يعرفوك الناس كوجه كصورة كصورة مدرسة المشاغبين لبريغاد يعني شخصيات سياسية بن كيران سي بن كيران عبد الإله بن كيران العثماني الوفا الله يرحمه مجموعة من الشخصيات اللي كنتي كتناولها بواحد الطريقة ساخرة. واش كاين تقبل ديال السخرية عند السياسيين بشكل مباشر صراحة؟ والصراحة طرا لي زعما 90% ديال السياسيين اللي تلاقيت معهم زعما وعرفوني انني اللي كندير مدرسه المشاغبين والاصوات ديال مدرسه المشاغبين وداك الشيء كانت كانت اصداء زعما مزيانه وكانت تشجيع وكان الناس كيعجبهم والوفا الله يرحمه كذلك كانت عندي علاقه شخصيه معاه تما كان شي فيديو كيصوني عليا في واتساب ولا كيصيفط لي ميساج حيت كنت كنصيفط ليه فديرو في هذيك لا ليست ديال ديفيزيون كنصيفط ليهم بزاف كان عندي بزاف ديال لي مينيستر ديال لا سواء من حكومه بن كيران لا من الحكومه ديال العثماني كنت كنصيفط لهم وكان كان تجاوب زعما كيشجعوا تقلق منك شي واحد تقلق مني واحد الوزير لا داعي لي ديكري اسمي واش تقلق بزاف بزاف ولا تقلق لدرجه انه عيط ليا قال لي حيت حنا كنديروا واحد السلوغون ديال الله يسمح لينا كنا كنديروا هذه السلسله كذا كذا الله يسمح لينا هو يقول لي الله يسمح لينا قلت له قلت له هادشي اللي كاين قال لي انا بعدا والله ما نسمح لك وحسيت بانه لهالدرجه حسيت بانه تقلق ما يعني ما كانش تنو ديرو على المستوى الشخصي يعني في اطار المنصب ديالو بحال ما عجبوش الحال قال لي زعما راه كتطيحوا منا وداك الشيء حنا ما كنطيحوش منكم راه حنا الدور ديال الناس ستيلو حمر كنديروه وسي عبد الاله بن كيران ما عمرو تقلق منك لا عبد الاله بن كيران هو البطل ديال السلسله لا ما عمرو تقلق لا الصراحه ما عمرو تقلق الصراحه الله وواحد النهار كاع عيط ليا كاع مع 8 الصباح باقي عاقل عليها قال لي وداك البالة واش ما غتفرقش معايا ولا في اطار الضحك بالطبيعه اطار الضحك وكان زعما كيشجع زعما حتى هو يا ابن كيران قشبت هو واسع الصراحه واش تهز جبدنا في البرلمان واحد النهار قال لهم هزوا مني العالم فهمتيني ولا لا توحشنا هذا الكلام ديال سي ابن كيران ولكن الحياه راه تستمر والحياه السياسيه كل واحد الحال تستمر وكل السياسيه كل واحد كيجي كيدير الدور ديالو كل مرحله ولكن هناك بزاف ديال الانتقادات ربما على التوقف ديال السلسله بين قوسين كاين اللي كتكون سمعتيها بطبيعه الحال السبان ماشي سمعتها كيقول لك راه كنتو لاقيين شراوكم لا ماشي تشراوكم كنتو لاقيين الحضوره على سي عبد الاله والعثماني والوزاره ديال الحكومه ديال العداله والتنميه دابا مع السي اخنوش شفتكم ساكتين مابقاش خلص مزيان اشهار حيت كيدعمكم واش بصح انا نجاوبك بصراحه ولكن زعما ربما كنتمنى الناس يقتنعوا بالجواب ديالي انا قبل ما زعما قبل حتى ما تجي الحكومه الجديده ديال اخنوش طلبت زعما من المدير ديال الموقع قلت له ودي زعما عييت من التواصل زعما عييت من مدرسه المشاغبين لان راه من 2014 انا كنخبط سمعتيني يعني الكتابه الانيماسيون الدراري خصك قابل وداك الشيء وكنعيط للدراري فين وصلتوا هذه يعني داك الشيء الصراحه متعب جدا خصوصا مدرسه المشاغبين فيها التعب شتي لابريغاد ما عنديش مشكل فيها لابريغاد كدوز دغيا مدرسه المشاغبين كتاخذ لنا ثلاثه الاسابيع ديال الخدمه وخص تبقى متبع وكذا ولكن واحد الوقيته صافي انا حيت مع كنت العروض ديال بومبا كوميك كنت لاجونس ديالي كنحاول انني نوقفها شويه نخدم فيها دخلت في واحد البروجيات اخرين ديال واحد المشروع ديال واحد المدرسه في سلا يعني عييت واحد الوقيته وطلبت زعما طلبت الاعفاء ديالي من انني كونسونطرا في شي حاجه اخرى في شي كونسيبت اخر من غير مدرسه المشاغبين واقترحت على زعما البوس قلت له ودي نديرو شي حاجه زعما نديرو شي حاجه ديال الجزائر نمشيو للاتجاه ديال الجزائر ودرنا واحد الكونسيبت اللي هو دار الكبرانات اللي هو تقريبا ما كياخذش الوقت بزاف